سوريا بلد الحضارة، بلد الأمل، بلد الوفاء. المواطن السوري دائما وأبدا هو مواطن الخير والعطاء، يا سلام. فإن كان فقيرا أو غنيا. وصلنا إلى جامع القائد العظيم. يعتبر السوق المسقوف أو السوق المقبي من معالم حمص القديمة، وهو معلم أثري بامتياز. مدخل جامع النوري الكبير. إن لا بدنا مع أبو أو لا بدنا مع جوا، صار بطني وجعني، الله لا يفتح مخلوق. جديد والساعة القديمة. السلام عليكم، يا لك صبح بالخير، يلا حي الربع، شو اخباركم؟ طمنونا عليكم، يعطيكم العافية. طبعا جولة صباحية في حمص الجميلة. طبعا احنا في ضيافة الشيخ منير الزعبي واولاده ابو محمد. يلا حي الشيخ احمد. يا حي الله. شو اخبارك؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ السلام ورحمة الله. يلا حي الله بيكم. كيف الامور؟ والله طيب الحمد تمام. لله. كيف اموركم؟ الحمد لله على راسي. يعطيك العافية يا حبيب. الله يعافيك يا حي الله بيك. يا عقيد اخبارك؟ تمام. كيف الامور؟ الفستق يا فندم. شو الجدول؟ الجدول تمام التمام، رايحين على الجامع سيدنا خالد بن الوليد. بن الوليد. ايوه. عشت. والآن بدنا نزور الساعة القديمة والساعة الجديدة يا رب، والتفاصيل التاريخية والأثرية في مدينة حمص. نعم، والله المستعان إن شاء الله. معنا جاهزين، يلا مشينا يا ربع. محافظة حمص أكبر محافظات سوريا، وتقسم البلد إلى شطرين، تقع في وسط سوريا وتمتد من حدود العراق إلى لبنان. مركزها وأكبر مدنها مدينة حمص، وهي من أهم المدن وسط سوريا. يمر فيها نهر العاصي الذي يعد موردا طبيعيا هاما لمدن وقرى وبلدات هذه المحافظة المتنوعة التضاريس، حيث فيها السهول والجبال والوديان والبادية. تعتبر حمص مركزا سياحيا هاما لغناها بالمواقع الأثرية، فضلا عن المناخ المعتدل وتوفر خدمات الصناعة السياحية. المنطقة التي تشغلها المدينة حاليا كانت مأهولة بالسكان البشري منذ العصر الحجري، وأسسها السلوقيون في القرن الرابع قبل الميلاد، واستطاعت تحت حكم السلالة الحمصية الحفاظ على استقلالها المبني على تحالف مع الإمبراطورية الرومانية، وقد شهدت ازدهارا فنيا واقتصاديا وثقافيا طوال حكم السلالة الحمصية. تضم المحافظة الكثير من المدن والمناطق والبلدات، ومنها مدينة تدمر الأثرية الشهيرة التي تبعد عن مركز المحافظة حوالي 160 كيلومتر. طبعا الجميل هنا في إشارات مرور والعالم ملتزمة مرة، ما في مزح، الله يقويهم. طبعا لازم شرطة مرور، مع ان اشارات موجودة. شو السبب؟ موجود. ايه ليش؟ زيارتنا الاولى كانت لصحابي جليل وقائد عسكري مسلم، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، واشتهر بعبقرية تخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين في حروب الردة وفتح العراق والشام. في عهد خليفتي الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. يعد أحد قادة الجيوش القلائل في التاريخ الذين لم يهزموا في معركة طوال حياتهم. طبعا شايف حمص الربع من أكثر المدن نشاطا، فيها حركة، فيها روح، فيها حياة، سيارات، عالم. اليوم عطلي. واليوم عطلة. أيوة. ليش شو اليوم الأحد؟ صحيح، الهجرة النبوية، كل سنة وانتم طيبين الربع. لو دوام هو ما في.
خاض بطلون أكثر من 100 معركة لم يهزم فيها أمام قوات متفوقة عددية من الإمبراطورية الرومانية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية الفارسية وحلفائهم. وصلنا إلى جامع القائد العظيم خالد بن الوليد. نعم، إنه أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، ولد سنة 30 قبل الهجرة النبوية الموافق 592 للميلاد، وتوفي سنة 21 هجرية الموافق 642 للميلاد. لعب خالد بن الوليد دورا حيويا في انتصار قريش على قوات المسلمين في غزوة أحد قبل إسلامه، كما شارك ضمن صفوف الأحزاب في غزوة الخندق، ومع ذلك اعتنق خالد الإسلام بعد صلح الحديبية. شارك في حملات مختلفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أهمها غزوة مؤتة وفتح مكة، وفي عام 638 للميلاد وهو في أوج انتصاراته العسكرية عزله الخليفة عمر بن الخطاب من قيادة الجيوش لأنه خاف أن يفتتن الناس به. كان خالد طويلا بائن الطول عظيم الجسم والهامة، يميل إلى البياض كث اللحية، شديد الشبه بعمر بن الخطاب، حتى أن ضعاف النظر كانوا يخلطون بينهما. يروى عن خالد أنه قال وهو على فراش موته: لقد شهدت 100 زحف أو زهائها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يوجد على يمين قبر خالد قبر ابنه عبد الرحمن، ويوجد في يسار المسجد ضريح عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. طبعا هذا المدخل الجامع، وهنا كان جزء من الجامع هذا، ولكن تأثر أثناء الأحداث، وحاليا جاري إعادة بناء مثل ما كان. بيض الله وجيهم، بيض الله وجيهم، يعني سوريا بإذن الله تعالى تتعافى شوي شوي وترجع أفضل مما كانت بإذن الله تعالى. كذلك الجامع تأثر وأعيد بناءه وترميمه، فبيض الله وجيهم الجهات المسؤولة عن الشيء هذا، بيض الله وجيهم الله يجزيهم الخير. هذا طبعا الجزء الخارجي، وهذا الجامع. جميل، يعطيهم العافية، شغالين شغالين، بيض الله وجيهم. كذلك يوجد بجانب الجامع جمعية خالد بن الوليد خيرية بحمص، هذه ما أدري هل كانت أسواق سابقا ولا ما أدري شو، اللي يعرف يخبرنا. ممكن كأنها محلات أو شيء، إن شاء الله يرجع التعمير لها وترجع الناس تشتغل فيها بإذن الله تعالى إن شاء الله. من بعد جامع خالد بن الوليد جولة سياحية في السوق المسقوف. شو هو السوق المسقوف؟ خلكم متابعين. طبعا زحمة يا ربع، ما شاء الله زحمة، سوق حركة ونشاط. يلا حيو حجي، صباحك ورد ما شاء الله. السوق المسقوف يعتبر من أكبر أسواق حمص وأقدمها، والذي يضم عددا من الأسواق إضافة إلى عدد من المهن والمحلات التي تختلف بأصنافها. ما أدري وين هرب الحبيب. شو يا عمدين؟ شو اشترى؟
شو اشتريت؟ اشتريت برنيطور. برنيطور ثنتين؟ حق السياحة. لا يا رجال اشوف لبسني. يا سلام. البس اشوف؟ لا يا بس اصلا. شو رايكم؟ جميلة ولا؟ والله الجولة القادمة في شمس وشمس حامية. وين الجولة القادمة إن شاء الله؟ على تدمر. تدمر؟ لا يا رجال. على تدمر؟ شو رأيكم؟ بعد أقول بتدمر شمس حامية فضروري البرنيطة. إجباري. وأشك بسم الله. يلا. سلمين عام. يعتبر السوق المسقوف أو السوق المقبي من معالم حمص القديمة. وهو معلم أثري بامتياز ويضم العديد من الأسواق الصغيرة والتي شكلت بمجموعها ما يعرف اليوم بالسوق المسقوف والذي أخذ اسمه هذا لأن العديد من أجزائه مسقوفة أو مغطاة فبعض هذه الأسواق مسقوفة على شكل العقود والأقبية وكان يحيط بهذا السوق سور حمص الأثري. كذلك هنا في قسم ما أدري شو يسموهم الأدوات سكاكين ومسكاكين. كذلك سقف صناغر. هذا نسميه مخلب نحن حق الكرب كرب النخيل. مطرقة. مشافل موجود، مخجان موجود. هلا حبيب، يعطيك العافية. الله يسعدك. العم. شو أخبارك؟ هذا جلد ها؟ جلد طبيعي هذا. حق شو هذا؟ شو يستخدم؟ هذا. هاي جيبنا نجار بطول البسامير. ايوه البسامير تطلع لفوق. نعم هاي هذا نسميه المحجان. تنزل الصحيح. منين من سلطنة عمان؟ حياك الله يا حجي. الله يحفظك. والله الحمد لله. ما شاء الله. ما في عمال سوريين هنيك عندكم؟ ايه في. هذا يتحول ولا كيف طريقته ولا هذا كذا؟ هذا جاكوش ملزمي. اها. الملزمي جار باطول اللي بشد العمود. نعم. بزق بهذا الحيوم، هذا له حق البناء يعني هذا؟ ايه البناء. له مبسطة وبشد الحيوم. ايوه. جميل. ما عندكم هيك شغلات؟ والله في بس مو كل الاغراض موجودة. ايه. بعض الاغراض تختلف. ايه بالضبط بالضبط. هذا كله انتم بتصنعوه ها؟ هذا يعطيكم العافيه. كله شغلنا. هذه الاله تبع شو هذه؟ هاي للمنشره. اها. المنشره هاي كان تساوي سن لهون سن لهون. اها. وتقص تمسح الخشبه ما تقص على النصبه. اه اوكي. إيه. جميل. لا لا تمام. هذا مشاغل. يعطيك العافية حجي. شكرا يا غالي. على راسي. يا صي كذلك موجودة. هاي صناعة هني في الورشة ها؟ ايه كله هذا صنينة. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. شو بالخشب هذا؟ هو المحل التركماني. محل التركماني. التركماني. معروف يعني. شو نوع الخشب طيب هذا؟ زون نوع هو. ايوه. يعطيك العافية حجي. شكرا يا غالي. شكرا. هذا النحاس. السلام عليكم. يا صباح الورد يا حجي. يعطيك العافية. ما شاء الله. هني صناعة ولا تصليح؟ لا أنا تصليح عمي. تصليح ها؟ إيه. أيوة. شغل جميل. رجع ركبه ويسوي هالمخلط. هلا خال. هلا وسهلا. شو أخبارك؟ خير. الله يسعدك.
يا وسهلا، يعطيكم العافية. حبيبي على راسي، على راسي غالي. شكرا. كيف الحال يا حجي؟ يعطيك العافية. الله يسعدك حبيبي. فينا نفوت؟ ما فت تقول. يعطيك العافية حبيبي، الله يسعدك. ما عليها تاريخ. الشغل قديم. موقد قديم. ما شاء الله صغيرة هذه تبع القهوة. شو يا عقيد؟ شو هذا؟ حق مي الزهر. يا سلام عليك. عطرنا. عشت. خبرة. الله يطيب أيامك. هذه يمكن حق الشاي ولا شو هذه؟ اتوقع حق الشاي. هاي تبع شو اسمه؟ تبع تمر الهندي. ايوه. سوى الظهير. هي هذه نفسها؟ ايوه. يعطيك العافية خال. شكرا لك. وهنا نفس الشيء. صفاري. تسلم. شو الصمون هذا قصدك؟ شوف هذيك السودة يردوا يرجعوها جديدة. السلام عليكم. السلام. يعطيكم العافية خال. سلام. شو أخبارك؟ الله يقويكم. يعطيكم العافية. ما شاء الله. رجعوها جديد ها؟ كفو عليكم. ما شاء الله. ليش هذا إذا مسقوبة ترد تلحمها يعني ولا كيف؟ لا احنا بنلحمها. كنا العاطين. ايه. انا شايف الجديد. ممتاز. انا بنلحمها مشان ما تشرب. ايوه. جميل. يعطيكم العافية خالد. شكرا. شكرا حبيبي. الله يسعدك. بارك الله فيك. هذه الفجور القديمة. هذا شو سخان ماي؟ هذا شو يا خال هذا؟ هذا جهاز تقطير. جهاز تقطير هذا؟ أيه. حق عطريات يعني؟ ايوه. ايوه اوكي. هذا جهاز تقطير قال حق الزهور ما زهور. ايوه. جميل. السوق المسقوف يقسم إلى عدد من الأسواق الصغيرة التي تسمى بأغلبيتها حسب المهنة المزاولة فيها، وأغلبها يعود لفترات زمنية مختلفة. أقدمها سوق القيصرية، وعمره أكثر من 1500 سنة، وقد تعرض لعدد من الزلازل والحرائق. وأحدثها سوق النوري الملاصق للجامع النوري الكبير، وقد يصل عمره إلى أكثر من 250 سنة. ومن هذه الأسواق سوق العطارين، وسوق الصاغة، وسوق المنسوجات، وسوق الفراء، وسوق الخياطين، وسوق النحاسين، وسوق البازار باشي. يضم العديد من المحلات والمهن المختلفة التي استمرت عبر العصور، فقد اختصر السوق المسقوف بمجموعه أسواق الحياة الاقتصادية في حمص لأكثر من 1500 عام. طبعا هذا محل مختص بالشغلات القديمة، قطع النقدية والأدوات القديمة، حاجات كريمة. ايه بكروها. ايه يا سلام. هذه كاميرا قديمة كثير، بولارايد الأمريكية. قديش عمرها؟ عمرها بحدود 70 سنة. 70 سنة. فورية هاي. فورية هذه ها؟ ايه. للبيع هذه ولا للعرض؟ والله للبيع. قديش سعرها؟ حقها مليونين. أصلية؟ أصلية قديمة. مليونين تقريبا 500 ريال سعودي.
كاميرات فيديو. شغاله؟ شغاله هذه الكاميرا ولا مو شغاله؟ كله شغال. شغال ها؟ هذا عنده هواية مثل كذا يا ربع؟ سكاكين. مدوى اخوان باباي. مدوى عملات ايضا. لوحات. الساعات القديمة. سيوف. خناجر. شو اعمارهم الخناجر هذا يا حجي؟ خناجر قديمه هاي عمر الخنجر 200 سنه. مسجل عليهم؟ لا ما مسجل. ما مسجل. هذا ديري. هذا ديري ها؟ ايوه. كله ديري هذا؟ ايه. شو الخشب؟ خشب عادي وفي ارنجاموس. فيديو قديم كاميرات مزيدا من الكاميرات عملات ورقية يا شوف هذه العملة صغيرة أكبر من كف اليد ما شاء الله جميل منها آه هذه العملات القديمة الموجودة ها إيه كلها سوري ولا مشكل؟ نعم مشكل 10 دنانير العراق عراق كم عمرها هذه؟ مكتوب عبد شو أقدم عملة معك؟ عندك فكرة يا حاج؟ عبد الكريم قاسم عندي أدم عملي عام 39 سورية ايوه 100 بس غالي صور هيك في منه قديش عمرها؟ قديش سعرها؟ 39 حقها 15 مليون كويت هذول عملات أصلية ها؟ كله أصلي ما في تقلية ايوه يعطيك العافية 15 مليون حقها جربنا شو تسموهم مناقيش هنا؟ صبيحة صبيحة بلحمة في صبيحة صغيرة وفي الكبيرة يعني؟ ايوه والله بدها ليمون هاي مثل محطوط عليها محطوط عليها؟ يلا نجرب بسم الله جربنا اللحمة 100 100 10 على 10 بسم الله والله شيء شيء يا سلام الله يسلم ايدك يا حبيب مدخل جامع النوري الكبير يا ربع وصلنا عند اقدم مسجد هذا المسجد سابقا كان معبد روماني قديم وبعد كذا تحول من معبد روماني الى كنيسه شوف المعبد الروماني هذا وبالفتوحات الاسلاميه تحول الى مسجد الجميل يعني فعليا سوريا تتعافى يا الربع من بعد الاحداث صار اهتمام بجميع المرافق وين ما رحنا نحصل الجماعة قائمين بدور كبير لإعادة الوضع مثل ما كان اللهم لك الحمد بيض الله وجههم على الجهود اللي بذلوها لإعادة سوريا لأفضل مما كان بإذن الله تعالى طبعا هذا المسجد درس فيه كثير من الصحابة درس فيه القرآن هذه شو أصلها كانت أسواق ولا شو سور حمص القديم اها كم طوله سور هذا كان ممتد على مدى حمص كله هذا البناء الحديث هذا هو اللي ممتد على طول حمص ها هذا ايه هذا انكسر يعني هذا البقاء متبقي فقط ايوه هذا بيمتد الى جامع الاربعين نعم جامع الاربعين الى جامع الاربعين نعم ايه جامع الاربعين نعم هذا كمان بقايا جميل هذا نفس ما شاء الله
ممتاز. وهذا الجامع من الداخل. السلام عليكم. ما شاء الله. في صحابة درسوا القرآن هنا في المسجد هذا وفي الجامع هذا؟ سيدنا المخداد معاذ بن جبل ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. يمكن كمان سيدنا الدرداء. نعم ما شاء الله. الكاتب يجوا بأمر من سيدنا عمر ودرسوا القرآن هون بحمص. ما شاء الله. بعدين انتقلوا إلى الشام يعلموا أهل الشام قراءة القرآن. ما شاء الله. حتى في منطقة بالشام اسمها سيدي حداد. أها. نسبة لسيدنا المخداد. ما شاء الله. طبعا مر بمراحل تجديد الجامع. نعم ترميم من زمن. نعم. عبد الملك بن مروان. من زمن عبد الملك بن مروان. نعم. من زمن مو عبد الملك الوليد. الوليد بن عبد الملك. اها. في ترمى من زمن نور الدين زنكي. نور الدين زنكي لذلك سمي نوري بجامع النوري الكبير. جميل. الله يجزيك الخير. طبعا يقدر عمر الجامع هذا او الموقع هذا ب 3500 سنة. تخيلوا 3500 عاقبت عليه امم وحضارات. الحضارة الرومانية ثم معبد بعد كذا كنيسة وبعد كذا مسجد. سبحان الله. طبعا هنا مكتبة حمص ملاصقة للجامع النوري الكبير. بندخل ان شاء الله. إن شاء الله نلاقي أحد موجود. قالوا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً تأسست المكتبة عام 1930. أسس الشيخ حسني السبعي كان خطيب إمام جامع كبير. طبعاً الشيخ وقتها وهب كتبه للمكتبة هون. من بعده طبعاً ولده الدكتور مصطفى السبعي كان عميد كلية الشريعة كمان وهب كتبه طبعا للمكتبة. وتوالت بعد العلماء منهم طبعا في كتب هون عنا للشيخ أحمد كعكي، في كتب طبعا للشيخ طاهر الرئيس، في عنا كتب للشيخ أبو سعود عبد السلام، هذول كبار فقهاء البلد. طبعا تأسس المكتبة وتم جمع كثير من الكتب اللي حاليا وضعها في المكتبة. حاليا المكتبة قيد الإنشاء والترتيب، يعني حتى الآن قيود ما أصبحت جاهزة، ولكن تحتوي كثير من الكتب، يعني تحتوي كتب التفسير، غالب كتب تفسير القرآن الكريم وكتب الحديث طبعا صحاح الستة مع شروحها، وتحتوي طبعا على كتب أصول الفقه، وتحتوي على الفقه طبعا الحنفي والفقه الشافعي والفقه الحنبلي والفقه المالكي والفقه المقارن بالنسبة للعلوم الفقهية، بالإضافة إلى طبعا كتب اللغة العربية. عندنا طبعا كتب عربية واسعة للمعاجم، للنحو، للصرف، للبلاغة، كل هذه العلوم. بالإضافة عنا بعض الكتب طبعا العلمية، من طبعا كتب الهندسة الزراعية، طبعا كتب ثقافية منوعة، وكتب طبية، وكتب القانون والبنايات، وكتب حقوق. نعم. وكتب ثقافية متنوعة. جميل. إذا في عملية توسعة صارت. سابقا كانت المكتبة. نعم. موجودة بس كانت صغيرة. كانت صغيرة. نعم. يعني كانت بس الحدود الجوه. نعم. نعم. حاليا توسعت. توسعت. بجهود طبعا علماء. بجهود طلاب العلم يعني. نعم. وأهل الخير يعني. توسعت المكتبة. وهي قيد الإنشاء وقيد يعني تحديد القيود إلى الكتب شو موجودة شو ما موجودة. جميل. تحتاج إلى وقت يعني. نعم. ممتاز. جزاكم الخير على جهودكم المبذولة. حقيقة جامع النور الكبير هو يعني لا يقل عمره عن 3000 سنة. جامع النور الكبير بقوله. نعم. الله أعلم كان بدايته معبد، بعدين أكيد هذا بالتاريخ كان كنيسة يعني مسيحية. نعم. وبالأخير على دور شو اسمه نور الدين الزنكي اللي. نعم. هو حوله المسجد وصار اسمه المسجد الجامع النور الكبير. نعم. جزاكم الخير. وهذا هو أكبر جامع في مدينة حمص. نعم. شو أستاذي هذا الموقع هنا؟ هذا طبعا خارج أو بداية المكتبة. هون. نعم. هذا العقد هون. هذا العقد كان هون في جدار. شو في؟ العقد جدار. أها. وكان هون موضة. نعم. هذاك الجدار ما كان موجود، كان تابع لحرم المسجد.
يعني نعم. الجامع الكبير كان فيه اثنين موضأ. أيوه. أول موضأ ثاني. نعم. عدور الوزير الطرابلسي حب أن يعمل قاعة لاجتماع العلماء. فطبعاً أزال هذا الجدار. نعم. اللي هون. وحط جدار هني. جميل. وحول لقاعة. أيوة. هلا هون بصراحة قاعة اجتماعات للعلماء. لاستقبال الناس بالأعياد. ما شاء الله. شابه ذلك. جميل. جميل. يعني ما لي إقامة الدروس العلمية أو شيء لل بصير محاضرات بيصير محاضرات بيصير محاضرات وفعاليات للعلماء أو كذا أو نعم. هاي يعني جميل. هلا عم صراحة عم يتم تجديده. هلا عندك إنه هذا قديم هذا الحجر. نعم. هذا الحجر قديم. نعم. بين صفوفه. هلا هذا صراحة حديث. أها. هذا حديث يعني من خلال نظرتك له هذا. صح. بين فرق. مجدد تجديد هذا قديم. كله هذا قديم. نعم. إيه. جميل. وهلا هنيك برا عم يجدد الجدار هذا. نعم. خلينا نقول الإبلة. هل تجديد طبيعي هذا ولا تأثر شوي بسبب الأوضاع اللي كانت؟ لا ما هو تأثر بس إن أهل الخير حبوا يجددوا. جميل. كانت أعمدة مغلقة هنيك ما مبينة هاي الأعمدة. نعم. نعم. ما كانت مبينة. أيوة. فهني على أساس بدهم يجددوا مثل هذا الجدار وجدوا هاي الأعمدة. قاموا حبوا يظهروها كمنظر معماري حلو يعني. ممتاز. وعم يجددوها. جميل. وهلا بكره بحطوا لها بنجكتورات بسموها اضاءه رومانيه. انا مهندس كهرباء. نعم ما شاء الله. بيعطوها هيك اضاءه. انا هلا مهندس كهرباء بس متقاعد. فبده يطلع شيء حلو جميل ان شاء الله. جميل. بس بده شيء 3 اشهر ليخلص المشروع. ما شاء الله. ايه؟ الله يقويكم وجزاكم الخير. الله يبارك على جهودكم فيه. المبذوله. الله يبارك فيه. والله يكتب اجركم يا رب. الله يبارك. شو عمليه التعمير حاليا؟ الجرانيت هذا اللوح طيب الاعمده. نعم. هذول الاطراف هاي صارت حديثا. ايوه الاطراف هذا حديثا صارت. تمام. ظهور العواميد هلا حديثي. كانوا مخفيات بالحجر. مخفيات بالحجر كانوا بالترميم القديم. ممتاز. الحين بيشيلوهم بس على اساس يظهروا الاعمده الاثريه. اي والله انا على بالي بيحطوا الاعمده اللي بيحطوا الحجر الصناعي القناطر هذا. ايه حق القناطر اللي فوق. ايه. جميل لانه نفس اللون بيكون. ايه. ممتاز ممتاز جميل. طبعا يوجد بالقرب من جامع النوري الكبير سوق عتيق اسمه سوق التهريب. ليش سموه بالمسمى هذا؟ سابقا قبل فترة طويلة من الزمن اي بضاعة مهربة كانت في ثياب هنا فلذلك سموه سوق التهريب. إلى دوار الساعة. شو الوضع؟ شو الجدول؟ جدول رايحين على بياع البوظة. بياع البوظ. يا سلام. البوظة القديمة ولا الحديثة؟ قديمة العتيقة ها؟ نعم. يا سلام. وهذا سوق فواكه هنا أيضا. بسطات بسيطة. بسطات ومحلات صغيرة. أول الساعة. ايه وهذيك الساعة ما ادري عاد هاي الساعة القديمة الساعة الجديدة. في قديمة وفي جديدة. ها هاي القديمة هاي هذا الابنية القريبة من الساعة بس ان شاء الله كله بيرجع عمار باذن الله تعالى مسألة وقت باذن الله. هذيك الساعة هناك شايفينها وهذا قد شال شو يسموها؟ خوذة ما طاقية شيء يسموها ما أدري قلنسوة الحربية هناك ظهر أيضا في جامع ما أدري. شوف القديم وصيلة النقل. يا سلام. شفت. يا سلام. وصلنا إلى أقدم محلات الأيس كريم وطلبنا هذا طلب أكثر شيء ماشي معهم لو يقولوا معجوءة معبوزة المعجوءة اللي هي حلاوة شو؟ حلاوة الجبن لنذوق ونعطيكم رأينا. بسم الله. يا رب كيف أسوي؟ تداخل غريب كيكة فوق ايس كريم مع
مع القطر، القطر عاملين له ما يتزهر، نكهة الزهر قوية فيه. لذيذ بس أنا ما متعود على الطعم، يعني بارد مع شيء. هاي طعم غريب بس حلو، حلو مو سيء. ما يزار قوية قوية فيه مرة. جرب يا شيخ. مع الإطلالة الجميلة. خلصنا شو اسمها معجوه معبوزه، هلا بدنا نجرب ايس كريم على الحل. يلا مليان مليان اكل، وعطنا رايك. ايس كريم شو هذا؟ حليب. حليب مره على ودكم. مره مره على ودكم. 10 على 10 10 على 10 و المعبوءة مع الايس كريم. لا بدنا معبوءة ولا بدنا معجوءة، صار بطني وجعني. الله يفتح مخلوق. طبعا تغير الجدول يا ربع، نية كنا نروح الى تدمر لكن تغيرت الخطة. ممكن تدمر لا زالت غير جاهزة للسياحة وللسواح واستقبال السواح. ان شاء الله نزورها في المرات القادمة او عما قريب باذن الله تعالى، وتكون افضل باذن الله تعالى يا رب. وهذا برج الساعة، ما بعد هذا القديم الجديد يمكن مو القديم. يلا حي الربع، يعطيكم العافية. طبعا تشرفنا بلقاء أحد أحفاد الشيخ الجليل الشيخ أسعد محمد الحسين الزعبي الملقب بالحنكات، وهو الشيخ منير أبو محمد الزعبي. هلا وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك. حي الله الشيخ محمد. والسعة. يا مرحبا. الله يسعدك شيخ محمد. هلا بيك. هلا والله. شو اخبارك؟ بخير الحمد لله. الله يسعدك يعطيك العافيه. الحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم. نحمد الله ونشكره. جزاكم الله خير على كرم الضيافه وحسن الاستقبال، بيض الله وجهكم وجزاكم الله خير ما قصرتوا معنا. اهلا وسهلا فيك. فهي ليست العادات مننا ولكن عادات وتقاليد اجدادنا العرب والاوفياء، بيض الله وجهكم. الشيء الغريب عمي ابو محمد، انا يعني تكاد تكون اول دوله اجلس فيها اكثر من اسبوع، ولا يوم من الايام استاجرت فندق. في كثير من الدول رحت اجباري استاجر فندق. نعم. الا سوريا ما استاجرت، يعني صادفنا الشيوخ وصادفنا المثقفين وصادفنا المزارعين البسطاء، ابدا ولا يوم سمحوا لنا ان نستاجر فندق. شو السبب؟ نعم، هذا الواجب والاصل منذ القديم. سوريا بلد الحضارة، بلد الأمل، بلد الوفاء. المواطن السوري دائما وأبدا هو مواطن الخير والعطاء. يا سلام. فإن كان فقيرا أو غنيا، فهذه عادات تمشي بدماء السوريين. سلام. وليست تقاليد، وليست إن ولم نتعلمها من أحد، ولكن مزروعة بدماء السوريين الأوفياء. الله أكبر. لأي ضيف عزيز ومهما كان ظرف الضيف. الله. فأهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا بشعب سلطنة عمان الأوفياء. الله يجزيك خير. يا مرحبا. يحييك والله الشيخ أبو محمد. حقيقة الشيخ أبو محمد، أنا أتمنى تعطيني نبذة من حياة الشيخ الجد الشيخ أسعد. الشيخ أسعد الله يرحم أمواتك وأمواتنا جميع، هو جدي والده لوالدي الشيخ أسعد لمحمد الحسين الحنقات الزعبي الملقب بالحنقات. نعم. عاش من العمر 123 عام. ما شاء الله. نعم. وكان عائشا في الزهد وتعليم القرآن والكتابة، وكان لديه مكتبة يأتونه الطلاب لختم القرآن. ما شاء الله. في مدينة تدمر. والشيخ أسعد له من الأشياء الغريبة أنه قابل سابقا قلوب باشا دفاعا عن بعض الأشياء التي تخص المواطنين في مدينة تدمر. يا سلام. وقدم ما قدم. الشيخ أسعد عاش في الزهد وتعليم القرآن. نعم. وكان مضيافا للجميع.
هكذا تعلمنا من جدنا الشيخ أسعد السلالة القادرية والزعبية، والزعبية لحنو الحسنية. نعم نعم. إذن هو من السلالة القادرية. نعم ما شاء الله، إلى سلالة سيدنا عبد القادر الجيلاني. نعم ما شاء الله. نعم جميل. سابقا كنت ساكنين بتدمر ممكن؟ نعم جميل. تدمر ومسقط رأسنا تدمر. نعم. ولكن جدنا الشيخ أسعد نعم. هاجر من حوران سابقا، كانت نعم. أيام الفقر، فكان يذهب المواطن من حوران إلى الجزيرة إلى تدمر من أجل لقمة العيش. نعم. فعندما حضر إلى مدينة تدمر استوطن في تدمر وتزوج من تدمر وبقي في تدمر ما شاء الله، وعلى عادته تعليم الدين والقراءة والقرآن، وفتح المكتبة وما زالت نعم حتى هذا الوقت ونحن نحيي تراث جدنا الشيخ. لا زالت نعم نحيي تراثنا بمضافتنا في مدينة تدمر ما شاء الله. المضافة للجميع نعم موجودة لحل أي مشكلة عشائرية وتقربة الناس إلى بعضها. يا سلام. ونبذ أي خلاف. طبعا هي العادات ليست مننا ولكن من أجدادنا وعلى رأسهم جدنا الشيخ أسعد بن محمد الحسين الزعبي الله يغفر له ويرحمه. إذن الأصول من حوران. نعم من حوران. ثم انتقل الجد بحثا عن طلب الرزق إلى تدمر. نعم. وظل في طلب أو في تعليم العلم ونشر تعليم العلم والقرآن، وكان هو المؤذن لأول مسجد في تدمر لمدة 70 عاما، مؤذن ما شاء الله وإمام إلى جامع السوق الكبير في تدمر ما شاء الله. الله يغفر له ويرحمه. بارك الله فيك ويرحم أمواتنا وأمواتكم. اللهم آمين. جزاكم الله خير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال مرة ثانية. بيض الله وجيهكم وجيه الشباب وأولادك، ما قصروا. بارك الله فيك. كفيتوا ووفيتوا. أهلا وسهلا فيك على الرحب والسعة. الله يجزيكم الخير. إن شاء الله الزيارة القادمة في تدمر في المضافة. تدمر بلدكم وبلد الأمان، فأهلا وسهلا بكم. جزاكم الله خير. على الرحب والسعة. الله يجزيكم الخير شيخ محمد. سررنا بوجودك. بارك الله فيكم ونحن أسعد. هلا أبو منير الورد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك. الله شرفتونا. جزاكم الله. وأنستونا. وهذا امتداد للأصالة العربية بيننا وبينكم وبين سلطنة عمان. بيض الله وجهك. نحن نعتبره فخر إنه نحن العرب بيد وحدة، ونلتقي وين ما التقينا نكون مسرورين ببعض. بيض الله وجهك. هذا دليل على أصالتكم وامتدادها لألنا. الله يجزيكم الخير ويظل الله وجهكم. حياكم ما عليكم زود. وإحنا نتابع المقولة اللي قالوها العرب. نعم. إن كنا فقراء أو أغنياء، في مثل عربي يقال الفقر ما رد النشامة على الطيب. الله. والمال ما عز نفوس الردي. إحنا ما عندنا من الردي شيء. ونشهد. وأنتم الطيبين وأنتم النشامة. ويظل الله وجهكم ما عليكم زود يا. حي الله. حبيب القلب الله يجزيكم خير الشيخ أحمد. بيض الله وجهكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. كيف أمورك؟ وياكم أبو عبد الرحمن. الله يجزيكم الخير. بيت أهلا وسهلا. بيض الله وجهكم وجزاكم الله خير، ما قصرتوا. احنا تشرفنا وسرينا بحضورك وإن شاء الله نكون أدينا الواجب. ما قصرتوا. بيض الله وجهكم. تفضلتوا أفضالكم على رأسنا من فوق. يا أهلا وسهلا فيك. أنت والوالد وأهل سوريا كلهم. الله يسلمك ويديمك بخير. بيض الله وجهكم. شاهد الله ما قصر الجميع معنا. بيض الله وجهكم. هلا بي. ما هو غريب على أهل سوريا هالكرم. يلا حي. ما هو غريب عليهم. يلا حيوا. هذا أقل واجب. جزاكم الله خير. أقل واجب. بيض الله وجهكم. هلا. جزاكم الله خير. يلا حيوا. بارك الله. هلا.